ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد والفيديو هو ميوزيك في مصر. السلام عليكم. فيديو النهارده هنتكلم على الميوزيك. عمرنا ما طلعنا اتكلمنا عليه، بس جبنا شويه مقاطع خفيفه كده قلنا نحاول نتكلم عليها. احنا بنشوف حاجات ما ينفعش نطلع نتكلم عليها، بس واضح ان هطلع اتكلم على شويه حاجات كده. يلا نشوف اول ميوزيك اللي معانا النهارده. يلا يا بابا، ميوزيك مضحك جدا والله. بصوا لا شفت عملك ازاي؟ لا مين دي؟ حد خد باله؟ نو في ايه؟ في ايه؟ مش اللي بيحصل يا جدعان؟ فرحتونا يا جدعان، فرحتونا. لبيت تقولي حمص 19 لا تقولي. دلوقتي هنشوف الفيديو الثاني، الميوزيك الثاني. كل اطلع وانا البس البس عشان خارجين. عميتين امك، مش كل هزار كده. انت ما تعرفش حالتي عامله ازاي. حالي وعمتي انا لو في ايدي يعني. انا مش، انا عايزه انتحر يا اسطى. يا اسطى لا لا لا، افتح الشباك يا بلال. انت يا عم افتح الشباك يا عم، اكتر يا عم مش عازم يعني. يعني انا مش، انا عايزه انتحر يا اسطى. يا اسطى لا لا لا، افتح الشباك يا بلال. انت يا عم افتح الشباك يا عم، اكتر يا عم مش عازم يعني. مش عازم يعني. ما كان مقطع ميوزيك، ما كان مقطع. ايه ده؟ ان شاء الله اقعد. يلا تعال نشوف ده بقى. المقطع اللي جاي بقى دلوقتي يا شباب، المقطع ده انا محتار، ده ولد ولا بنت؟ قولوا في الكومنتات يا جماعه، ده ولد ولا بنت؟ قولوا في الكومنتات عشان انا الصراحه متضايق شويه. مش بتذكر انثى؟ مش عارف. قبل ما اطلع اعلق عليه فقعدت اشوفه كذا مره، فمش عارف الصراحه. هنشوفه مع بعض. هو كان عنده ايه قبل ما يموت؟ اتنين صحابه. هم دول اللي قتلوه؟ لا، هم دول اللي قتلوه. بابا ما بقتش مكتوب. امال مات ازاي يا جدعان؟ هو حاطط روج؟ انا عايز افهم دلوقتي، هو حاطط روج ولا هو اذا كان واد حاطط روج؟ مش فاهم حاجة. نزل يمين يعني غلط يعني؟ ما بغلط كده خلاص. كده جاب 1,000,000 مشاهدة، 2,000,000 مشاهدة، بقى نجم العالم خلاص. برنامج الميوزيكال خلاص، وكمان بيخليها يعني. انا عايز انتحر يا جدعان. يا اسطى يا اسطى مش هينفع. بيخليها يعني. انا عايز انتحر يا جدعان. يا اسطى يا اسطى مش هينفع. بس لما نشوف الباقي. ومعنا دلوقتي الميوزيكلي. احنا كده عرضنا كام؟ مش هتفرق بقى، كلها ميوزيكلي، مش هتفرق واحد من اتنين من تلاته. كل ده يعتبر الميوزيكلي في مصر. في مصر في مصر يعني. بس دلوقتي احنا جايبين مقطع ميوزيكلي صعب قوي يعني. الاصحاب القلوب الضعيفه يا جماعه، ما حدش يشوفه. تمام. زي التمنتاشر. انا لما شفته يعني انا قلبي ساعه كنت مش زعلت عن الشباب. زعلت على الشباب، زعلت على الشباب، زعلت على الشباب، زعلت على الشباب. الشباب حصل لها كده ليه بتعملوا كده؟ ليه بتعملوا فينا كده يا جماعه؟ ليه؟ طب ردوا عليا. انتوا هتشوفوا دلوقتي المقطع معانا. ازاي منظر صعب جدا يا جدعان. يلا مع بعض نشوف المقطع. ايه ما عملتش ليكي ولا حاجه بتتمرضيكي؟ ايه يلا، هدي نفسك كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عامل ايه ده؟ ده بكده ازاي؟ زعلت على الشباب، زعلت على الشباب. لا كمل كمل عشان لا. بص الواد اللي فوق. لا هنعيده تاني، هنعيده تاني. ايه في ايه يا جدعان؟ هنعيده تاني عشان في حاجة. يا ابني بص بص. لا يا عم يلا يا عم يا عم. زعلت على الشباب، زعلت على الشباب. بس كده هتقول لي ايه ده يا بلال؟ بس كده انت عملت حاجه يا بلال؟ يعتبر انا عملت حاجه عشان انا اول مره اعمل فيديو تريقه على ميوزيكلي. قلت اما اطلع اتكلم شويه. احنا اتصدمنا اسامي الميوزيكلي اللي في مصر. يا حاجات دي اقسم بالله المفروض ما تتعملش على النت. انت ممكن تعمل ميوزيكلي مثلا على مهرجان،
لكن مش بنتي. انت فاهم ازاي؟ ما ينفعش بكل المقاييس اللي واحد يطلع لك يعمل لك كده عشان ميوزيكلي. يا اخي بدل ما تعمل ميوزيكلي يا اخي روح غني مثلا او تتكلم اغنيه كده لكن توزيع مثلا واعمل اغنيه واعمل كليب مش يعني مش لازم الميوزيكلي تحرق دم الناس. زعلت على الشباب فرحان جدا اقسم بالله اول ما شفت الميوزيكلي والله زعلت وحاسس ان مفيش امل ومفيش حلم في حياتي سنة مفيش حاجه عايز احققها في حياتي معنديش هدف اصلا في الحياه. يا ريت يا جماعه الناس اللي بتعمل ميوزيكلي تخف علينا شويه وتخف على كل اليوتيوبر الناس اللي بتطلع تعمل ميوزيكلي. ناس كتير قوي من اليوتيوبر بيطلعوا يعملوا تراجع ميوزيكلي فخفوا علينا شويه. الناس بتتعب, الناس جالها البواسير جالها الاسهال. فبس كده الفيديو خلص, يا رب يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك واشتراك للقناه. كان معكم اي بي فيديو. سلام. ابو ام الدبان بعد دبانة انت كده بس مش عارفين صار الله دبانة ثواني بس ما دبانة ونيجي حتى الدبانة بتحاول تمنعنا اللي احنا نصور ميوزيكلي